تتفق. الحمد لله رب العالمين، يختلف عن الثاني. إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من واله. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعود الإخوان أن يأتوا إلى هذا المكان لكي يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويحذر الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويبين للناس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذر الناس من البدع ومن طرق أهل البدع. وهذا من دين الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذه العجالة إن شاء الله نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخرج في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بالسبابة والإبهام. قالت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي هذا الحديث العظيم بعض الفوائد التي ينبغي للناس أن يعرفوها. أولا، صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما دخل على أمنا زينب قال: ويل للعرب. وويل هذه الكلمة للوعيد والتهديد، ويل للعرب. وقال بعض الشراح: لأن العرب هم أول من دخل في الإسلام، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج. ويأجوج وماجوج أمة من الأمم حجزها الله وحجبها عن الناس، وبنى عليهم ذاك الرجل الصالح ذو القرنين، بنى عليهم السد. ربنا قال في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى نهاية الآيات. وربنا قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم من أشراط الساعة التي أنكرها بعض المفكرين في هذه البلاد. ما في حاجة اسمها يأجوج ومأجوج، على ما الساعة ما في، وأهلكهم الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحق البقية بأولئك. المهم إن تعرف إن من علامات الساعة الكبرى خروج ياجوج وماجوج. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام، وده الأصبع الكبير بتاع اليد، والسبابة ده الأصبع الذي يلي الإبهام. حلق النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا،
فقالت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني منهلك وفينا ناس صالحين؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو الفجور والفسوق والمعاصي. وكثرت ولا ما كثرت يا جماعة؟ راكده. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأعظم الخبث وأكبر الخبث هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، وجعل الأنداد لله تبارك وتعالى، ودعاء غير الله تبارك وتعالى، وتعليق التمائم والحجبات والطواف بالقباب والقبور، كل ذلك من الخبث الذي ينبغي على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يحذروا الناس منه. والآن استسمعت المدائح، المدائح سامعة بأذانك، مدائح تدعو إلى الشرك وتدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، وتدعو إلى التنديد بالله تبارك وتعالى. وربنا في القرآن نهى الناس أن يدعوا غيره سبحانه، فقال الله عز وجل: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله في بصريح العبارة بيقول: ولا تدعوا من دون الله، دون الله الملائكة، دون الله الرسل، دون الله الجن، كل هؤلاء دون الله ولا يساوون الله، فبالتالي لا يدعون مع الله. خلي بناديهم بناديهم، وقبي الفوق نادي أهل الزوق، وقبي الصعيد نادي عوض الجيد، وقبي الشمال نادي بشمال، وقبي الورا نادي بشرة، وقبي القدام بالفوق قوام، وقبي التحت نادي مسك. وين رب العالمين؟ في الاتجاهات الستة بنادي غير الله. ده مشرك بالاتجاهات الستة، فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وورا، لأنه ما خلى اتجاه إلا نادى فيه راجل من الرجال. الأموات الماتوا زمان ولا حيين ذاته. فأكبر الخبث ومن أعظم الخبث الذي ينبغي أن يحارب وينبغي للناس أن يعرفوه هو الإشراك بالله عز وجل. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، تجعل لله ند في الدعاء، وتجعل لله ند في الحلف، وتجعل لله ند في التوكل. تعلق حجاب، تعلق تميمة، تعلق ودعة، تعلق كمون، تعلق حراسة، ده من التنديد. تدعو غير الله، تطوف بقبة، تطوف بقبر، تطوف ببيان، ده من التنديد. وجعل الأنداد مع الله عز وجل. قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، تجعل لله ند، تنادي الله وتنادي معه رجال العيلفون، تنادي الله وتنادي معه بتاع كدباس، تنادي الله وتنادي معه بتاع ساكن فاس، تنادي الله وتنادي صاحب الزريبة، تنادي الله وتنادي صاحب الشكانيبة. قبل أيام كنت في المناقل، والمناقل معروفة منطقة مناطق السودان، خشينا السوق بتاع المناقل، ما من دكان ولا صالون بتاع حلاقة ولا بوتيك إلا وتلقى فيه صورة واحد لابس له عراق لهن ومغمد عين ومفتح عين وطاقته عاملة بجنبه. الغريبة جيت راكب مع واحد بتاع تاكسي جايين من المناقل ماشيين مدني، معلق صورة الزول ده ذاته عنده محل كده بيغادر المناقل شوية. المهم معلق الصورة، لموا فيه ناس الحركة بتاع الحركة، أنا فاتح الشباك، قال له: الرخصة والترخيص والتأمين. أداه الرخصة والترخيص، قال له: التأمين. قال له: ما عندي. قال له: انزل تحت. نزلوا قطعوا 50,000. قلت له: زولك ده بيشتغل 200، الزول المعلق ده بيشتغل 200، وده إذا ما عنده عقيدة في هذا الرجل ما كان علق صورته. يا أخي بتاع الصالون بتاع الحلاقة معلق صورة الزول ده، والله بتاع الصالون، وصورته يا ودا قاعد في الموبايل. يا ناس، أم مرضانة للدرجة دي بهؤلاء الطواغيت الذين صرفوا الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وتجد دافع عنهم، تجد دافع عن الناس. دعوا الناس إلى الإشراك بالله عز وجل، ودعوا الناس إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، ودعوا الناس إلى الطواف غير بيت الله. فهذا والله من الإجرام الكبير الذي ينبغي للناس أن يحاربوه، وأن لا يكلوا ولا يملوا من تحذير الناس من هذا الأمر.
ألا وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. ما في حاجة في الدنيا دي بتحل الناس إلا يوحدوا الله، يرجعوا لله، يخلوا عقيدتهم في الله. ما في مخلوق يملك مع الله عز وجل شيء، لا صاحب الزريبة، لا صاحب الشكانيبة، لا بتاح كدباس، لا غيره. ما في مخلوق يملك في أرض الله ولا في سماء الله شيء. ربنا قال في القرآن: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ربنا بعديها قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. دعيت لك صاحب قبة، دعيت صاحب بيان، دعيت ميت، دعيت صالح طالح دون الله تبارك وتعالى. وأنت أضل من يمشي على ظهر الأرض بنص هذه الآية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله قال ما بيستجيب، وده راكب راس. بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم. المرأة ما ولدت بناديه، السفينة كانت قطعت بنادي، أكان الملح انقطع من البيت بنادي. ده شغلتك شنو؟ ده بتشتغل 200 يعني في أي حاجة بنادي غير الله. ده والله مشرك وكسلان كسل شديد، ما دار يكلف نفسه يمشي الدكان يجيب له ملح ب2 جنيه. يقول لك لا، لابد ننادي السادة، السادة السادة أنا عبدا لكم نادى. عشان كده ما في بلية وما في شر وما في خبث أكبر من الإشراك الذي يدعو إليه الطرق ويدعو إليه هؤلاء الجهال الضلال الذين أضلوا الخلق وأضلوا العباد وكانوا سبب في محق البركات وفي سبب في منع الأمطار وسبب في غلاء الأسعار وسبب في الأمراض وسبب في الأوبئة وفي كل شر وبلية. السبب الشرك، السبب الشرك اللي بيدعو له والليلة أهل الطرق وأهل الجهل وأهل الباطل بكافة أنواع ألوانهم وبكافة طرقهم. لذلك الداعي إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يعتني بالتوحيد اعتناء عظيما. اشتغل توحيد يا زلمة وخلي شغلتك في الله، عقيدتك في الله، عوجة ما بتروح لك إن شاء الله ما دام دعيت للتوحيد وما دام تمسكت بالتوحيد وبينت التوحيد إن شاء الله ما تخاف. لأن ربنا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن هؤلاء أرادوا الناس عبيدا لهم من دون الله تبارك وتعالى. عشان كده قلت لك منطقة موبوءة بالكامل، ما في محل دكان تخشه إلا تلقى صورته معلقة. باقي لك السداء شكله سمح يعني عاجبه؟ ما عاجبه، لكن عنده فيه عقيدة. ما عاجبه الشكل لكن عنده عقيدة في الميت ده. فوجب على الدعاة يحذروا من الخبث، وهو أكبر الكبائر وأخبث الخبث الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.